بسم الله والحمد لله، ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم يا هادي. السورة دي علمتنا أن أهل الكتاب ليس لهم علاقة طيبة أو نظيفة مع الكتاب، يكون توراة ولا زبور وإنجيل، هما ناس أول من يكذبون على هذه الكتب السماوية اللي أراد الله بها أن يرفع من شأن اليهود ونصارى، لكن أبوا إلى أن يكونوا أهل الدناءة وأهل الخديعة وأهل الغرور وأهل إفساد الأرض. الآن ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يا حبيبي، الأول عليك صلاتي وسلامي، فكر بالمليح رقم أنتم أتباع الذلال هؤلاء. أشكو من الكرب مش من منبطع، وشكو من الكرب مش مطبع مع أعداء الله. منين ليك الإسلام يا كربي؟ منين ليك؟ أنت مطبع مع أعداء الله. لتجدن شد الناس في السورة هذه بالذات، لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا. أي نعم، وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن وراء إخوانه الكرام عليهم الصلاة والسلام. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. شكون المشرك اللي قال بالتثليث؟ كلاب النصارى أغلبهم أهل خسارة. ولم أغلبهم قال النبي ربنا قال اليهود منحرفون انحراف عن خط سيدنا عيسى عليه السلام وأمه عليه السلام اللي مذكور ذكرهم الله في هذه السورة وفي غيرها. وتقولوا بعد هؤلاء أهلين باش نتبعوهم وباش نكونوا كما تقول أنت خدام عندهم ونقفوا عند حدودهم. افعل ولا تفعل، احنا يعني كالقردة قردة ولا الكلاب، هم يأمرنا وحنا نزيد على ما أمرنا به، كما يقول العامة وصى على كذا فجاب ما يقطع المسمار أو يقطع الحديد. هذا طبع العرب بالكرب، ما عندكم حتى صلة برسول الله حبيب الرب عليه الصلاة والسلام. آمن منين ليكم؟ وإحنا معاشرينكم على طول تاريخ الإسلام، نعرفوكم اللي فماش واحد دموي ويعينه على سفك الدماء بغير حق، هما اللي بين ظهرانيكم من يهود وقليل من النصارى في ذلك العهد. احلى محلتنا لحد الان تذكروها، لما ننساوش كما لما ننساوش ربنا اللي هو واحد، كما ننساوش القران اللي هو خاتم الكتب السماويه، وما ننساوش اللي نبينا عليه الصلاه والسلام ربي يتوج به مهمه الانبياء والرسل الكرام عليهم السلام. هذا شيء ما ننساوش، كذلك تاريخنا مع الكرب ما ننساوش. والحمد لله قليل منهم لحد الآن على الصراط المستقيم. هؤلاء إخواننا ويجب يكونوا هم أمنا علينا وهم قادتنا في كل زمان. نحن لا نكر العربية، من نكر من يتكلم العربية وهو يعادي نبينا عليه الصلاة والسلام خير العرب وخير البشر عليه الصلاة والسلام، وهو أخير الإنس والجن. كذلك أراد الله أن يكون خير الخيرين، والكرم شدوا البونتو ومنساو ما حبوش ينساو اللي تخلل عليهم المكة فاتحا عليه الصلاة والسلام بقلة من سفك دماء، دماء كافرة عموما. وكان دور خالد بن الوليد رضي الله عنه مذكور في تلك الواقعة، ولكن قال إذا فأنتم طلقاء ما فهموش رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأوا يتصيدوا الفرس ومن ورائهم كلاب صاينة وبعض النصارى، قدر قلة من النصارى كانت هناك وقاعدين يتهيئوا للانقلاب على ما تركه نبينا عليه الصلاة والسلام.
ونساو يا ربي مكر بهم كما الأمويين هتام تقريب 80 سنة تمتعوا بالحرام سفكوا دماء أهل البيت أهل البيت عليهم السلام وتعقبوا كل من وقف معهم يفديهم بمهجته ولا فائدة مش تحدث على الكلاب اللي جاءوا بعدهم انقلبوا عليهم ها هذوكم عاد فاتوا الأولين في التجريم في الإجرام وقلة الأدب مع الرحمن. العباسيون في رأيهم اليوم عندهم صلة بسيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يبانا مو ما حقه تشوف الريق متاع الكرب انت حق بالإمارة لأنك عندك صلة بالعباس رضي الله عنه يعني هذه العقلية اللي موجودة عند الكرب لحد الآن شوفها في السعودية وشوفها في الكلاب البحريني وغير و لحد الآن كيما الكلب اللي كان يحكم في مصر أنور مبارك ظلام لا مبارك كان هي في ابن ولا اثنين باش يخلفوه قال لأنه سخال روحه هو الحق بالقيادة واللي مجي بعده بعد ما ماتي ما يكون كان من نسله شوف الكرب وين وصلوا من الجهل والجاهلية والعياذ بالله والسلام علينا أهل الإسلام.